بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد وبداية التوقف الدولي اللي بدأ بمباريات نارية جدا في دوري الأمم الأوروبية ومباريات ساخنة جدا، إلى أن الخاسر الأكبر من المباريات والتوقف الدولي ده كان برشلونة. برشلونة بيخسر 4 من أهم لاعبيه الأساسيين في الفريق. بصراحة تشافي وبرشلونة مش محظوظين خالص في التوقف ده، لأن 4 زي ما قلنا من أهم لاعبي برشلونة الأساسيين اللي الفريق بيعتمد عليهم جدا تعرضوا للإصابة، كان أبرزهم عثمان ديمبلي وفرانك ديانج، بس دول يعتبر إصابات خفيفة وممكن في ظرف كام يوم يرجعوا. لكن التقيل بقى إن كوندي هيغيب عن الكلاسيكو، جاله إصابة خطيرة وهيغيب في حدود 4 أسابيع، يعني في حدود شهر، وهيغيب عن الكلاسيكو قدام ريال مدريد. كمان ديباي كمان لسه لحد دلوقتي ما عرفوش حجم الإصابة بتاعته، فهو هيرجع لبرشلونة عشان يعمل الفحوصات ويطمنوا على الإصابة ويشوفوا مدة غيابه. زي ما قلنا حظ سيء جدا لبرشلونة ولكتيبة تشافي، لأن برشلونة الفترة اللي جاية عندها مباريات صعبة جدا ومهمة جدا في دوري الأبطال وكمان في الدوري الإسباني. زي ما قلنا حظ سيء جدا للاعبي برشلونة، بعكس طبعا ريال مدريد اللي لاعبي قدموا اداء عالي جدا في المباريات، وكمان تشاومي هيحجز مكان اساسي ليه في الكتيبة الأساسية لريال مدريد. زي ما قلنا كانت مباريات صعبة جدا ونارية جدا، وفرنسا بتفوز بعد 4 مباريات. فرنسا بتحقق الفوز الأول ليها على حساب النمسا بهدفين ولا أروع لجيرو اللي أصبح أكبر هداف في تاريخ منتخب فرنسا، جاب هدف وهو عنده 36 سنة. بصراحة جيرو لاعب كويس جدا، بس هو يعني في فترات ما بيبقاش فيها محظوظ، إلا أنه امبارح عرف يجيب هدف ويكتب رقم قياسي جديد ليه ويصبح أكبر هداف في تاريخ فرنسا. كمان مبابي جاب هدف ويستمر في التهديف ويصل للهدف 26. لمبابي يصبح تاني اكتر لاعب او تاني اصغر لاعب في تاريخ فرنسا يجيب اهداف، وهو على بعد هدفين بس من رقم تيري هنري، اكتر اصغر لاعب في تاريخ فرنسا بيجيب اهداف. بصراحة زي ما قلنا كان في مباريات صعبة جدا، كان ابرزها ان كرواتيا خطفت الصدارة من الدنمارك بعد ما فازت عليها 2-1. كمان طواحين هولندا بتستمر في الفوز والتألق وفازت على بولندا في ارض بولندا وسط جمهورها 2-0 مع الرأفة. بصراحة لعيبة هولندا قدموا اداء عالي جدا، الى ان البولنديين بصراحه ما كانش فيه اي رياكشن او اي رد فعل. كمان في الغريب في الموضوع ان ليفاندوفسكي لعب 90 دقيقه ما ظهرش خالص، يعني لا في تمريره حاسمه ولا في كور لعبها ولا صناعه للاهداف ولا حتى صناعه ولا شاط اي كره. بصراحه كانت مباراه سيئة جدا لروبرت ليفاندوفسكي، مع انه ليفاندوفسكي متألق جدا مع برشلونة، في كل مباراة يجيب هدف واثنين، الا انه مع منتخب بولندا خسروا على ارضهم من هولندا بنتيجة 2-0. كمان بلجيكا بتحقق الفوز على منتخب ويلز 2-1 في تألق من دي بروين وكمان تألق من جاريس بيل. جاريس بيل شفناه تاني بعد ما كان مختفي الفترة اللي فاتت، لأن طبعا غاب عن الأضواء والشهرة وغاب عن أوروبا، إلا أن شفناه مع منتخب الويلز بصراحة وعمل مباراة كويسة جدا. كمان دي بروين قدم مباراة كالعادة نارية وعرف أنه يجيب هدف ويقود منتخب بلجيكا للفوز على ويلز 2-1. زي ما قلنا كانت مباريات صعبة جدا ومباريات حماسية، إلا أن زي ما قلنا كان الخسر الأكبر فيها برشلونة. باقي المباريات كان منتخب تركيا ومنتخب لوكسمبورغ تعادلوا 3-3 في مباراة درامية جدا. كمان ليتوانيا وجزر القمر، ليتوانيا بتفوز على جزر القمر 2-1. دي كان ابرز المباريات في دوري الامم الاوروبية اللي اتلعبت. والنهارده كمان في مباريات، وكمان النهارده في مباراة هامة جدا لمنتخب مصر في القيادة الفنية الاولى لفيتوريا المدرب الجديد لمنتخب مصر. هنشوف النهارده هيعمل ايه، وهنشوف البصمة اللي ضافها على منتخب مصر، ويا ترى شكل المنتخب هيبقى ايه. دي ابرز الاحداث اللي حصلت في ال 24 ساعة الاخيرة، وبتنساش في نهاية الفيديو اللايك الجميل بتاعك واعمل اشتراك للقناة لو مش عامل وفعل زر الجرس. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام. كوبري ادوش، يا سلام على التكتيك والافكار العالمية.